في الحومة. السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في رمضان في الحومه. واخا الساعه كطيح ضروري نعمل لكم حلقه جديده، واليوم كنتواجدوا في الحومه تشوك. يلا نشوفوا الاجواء. في رمضان كنعيشوا اجواء جميله مع الاحباب قبل الاذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومه، حنا كنشوفوا الاجواء. خاو ديالي تبارك الله عليك، كيف سينا مزيان على غفله؟ كاينه شي بيع وشراء في رمضان؟ كاين بركه اخي ابراهيم، بركه القلال ما تطلع. عرفتي الحاجه اللي مزيونه هي ملي كتجبر الناس كيضحكوا بحال اي والله. الله يحفظك الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا، الله ينوروهم وتبعوا خي ابراهيم. تبارك الله عليك، اللي بغى السبنيه يجي عنده في دغره الحومات. شوف دوز الحومه وغنقول لك سنيك باش كدوز النار ديالك، ما تجيش الا كتعصبك شي حاجه. ما كتعصبني حتى شي حاجه، عيد جنب مشاكل اتينا بخير مع راسك. تبارك الله عليك الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا، شنو غادي نقولوا لهم؟ تحياتي لكم، رمضان مبارك سعيد، ومرحبا بكم في الحومه والحومات الشوك وفي طنجه كامله. تحياتي وراسك دائما كنعلق لك دائما كان الله يجازيك صراحه، كنشكرك بزاف. اول حاجه كيتابعوني متابعي الغزال، والله العظيم انا في طنجه وخارج طنجه. الله يكبرك، ما خليتش مشيت لتطوان، مشيت الصيف البحر بادي اصيله. المهم هذا النهار هذا نقول لك كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان؟ ضخ ما كاين حتى شي حاجه كتعصب. ما كاين حتى شي حاجه تعصب، ما كاين حتى شي حاجه. بنادم ما اللي كيبغي يتعصب، بنادم اللي كيبغي ما كاين لا عصب ما كاين حتى شي حاجه. ضحك ونشاط، ضحك ونشاط، ما كاين الصلاه والعباده ما كاين حتى شي حاجه. الحمد لله هذه اهم حاجه. شكرا بزاف، تبارك الله يرحم والديك. واش مبروكه؟ الله يحفظك اخاي ابراهيم. ما كاينش نجيو الحومه تشوك ضروري ما كنجيو نزور. مرحبا بك محلك هذا، الله يرحم والديك. وغادي نقول لك كيفاش عامل الاجواء هذا رمضان. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله. مع الصابر كتعصب شي حوم الحمد لله. لا عصاب لا والو، الحمد لله كل شيء هو هذاك. غنقول لك كيفاش جاتك الفكره باش تلبس الدراري كاملين مغرب 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 وديما مغرب. ديما مغرب. ومنين جات الفكره هذه؟ تقريبا هما الدراري صحاب الورقه. كازا المدن كاملين كيعملوا هذا الشيء هذا. يا كافي يعني لا كيف كيفضلوا القميص ديال المنتخب. تبارك الله عليكم. الله يحفظك، بارك الله فيك. ومرحبا بالناس الرشيديه في طنجه. الله يحفظك، بارك الله فيك. كيفاش كيجيوك الناس طنجه؟ ايوا الله يعمر هذا. يا كافي الحمد لله. الحمد لله على الخير. على الخير. وغادي نقول لك كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان تحاوم تشوف. اودي كندوز معصب شويه. يا كافي نقول لك الصراحه. كتعصبوا علاه؟ كيعصبوني هاد البلاد شويه، هاد البلاد شويه ومع الكليه شويه. والحمد لله. والحمد لله. شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا؟ الله يحفظكم كلشي اللي في رمضان مبروك عواشركم، الله يجازيكم بخير. شكرا على الزياره ديالك. تبارك الله يحفظك. خاو ديري تبارك الله. تبارك الله عليك اخاي ابراهيم. منور تبارك الله. الله يليك كاملين اخاي رمضان كتنور. سيري من ديك الناس اللي كيجي معاهم رمضان. والله الا اخي كيجي معنا كنرتاحوا الخاوه ديالي وكذا. شفت نتعامل واحد البيعه وشراء. هذا واش دائما ولا غير في رمضان؟ دائما هو كيعرفني هذا الشيء. تبارك الله عليك. وشني عامل له من جديد؟ عندي كساوي 80 درهم، عندي الجلاله ب 100 درهم، عندي هادو 120 درهم. الدرويش موجود الخاوه اللي خصو ياكل. عاو مرحبا. يا مسهل بيعني كلشي كاين. تبارك الله عليك وباش مبروكة. منور الحومة تشوك. الحمد لله الجو منور، الجو رمضان الحمد لله، والخير موجود، الحوط كلشي موجود، الخضرة تواجد كلشي موجود، والخير الحمد لله. حنا عندنا المغرب أحسن مغرب، كلشي موجود، جو رمضان الفلوس كلشي موجود. بنادم خصو غير القناعة والحمد لله، وكلشي عايش، ما كاينش اللي غيقول لك راه ما كاينش. كلشي الحوط 15 درهم 20 درهم 15 درهم 10 درهم كلشي غياكل، اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل. زاد ديالي تبارك الله. الحمد لله لك اخاي ابراهيم. إذا قلنا الشباب في رمضان ضروري كيعمل شي بيعه وشراء. ضروري اخاي ابراهيم، وربي واقف معنا والله مالك الحمد، والتجاره مضخمه وبنادم كيتعاون معنا، وكل رمضان كيكون مضخم. دابا انت واش ولد الحومه تشوك ولا هي كتسمع؟ لا انا ولد الحومه تشوك وسليمان ولد الحومه ديالي، وما قدرش نمشي نبيع شي حومه اخرى حتى انا تربيت في هذه الحومه وخلق وترابي ويعني خدام هنا. الله مالك الحمد، مضخم مع راسي وما كنخدموش مع العربي. طنجاوه ما كيخدموش.
مرة طنجة هو موسم كنخدموشي مع العربي كنجيبوها لراسنا فهمتي 100 درهم ديالنا 5000 ديالنا 4000 ديالنا المهم العربي ما كنخدموشي معاه ولا خلينا هذا الراجل وقول لي شنو عندك هنا عندنا قنيدرات عندنا الحوايات عندنا هذيك دابا هذه شحال الثمن ديالها 70 درهم كتجي مراكز ديالها قندوره 7000 فرانك 70 درهم دابا نقولوا للمصالي باقي ما خيطوش شي لعيبه بحال هذا موجودين موجودين مرحبا بي واللي ما عندهاش يا خاي ابراهيم ماشي زعما بغات الكاميرا ولا شي حاجه ما تسمحليش سليمان عارف ود الحومه وصغارين اي واحد ما نغيروا حتى وحده خاي ابراهيم السيوه هذه شحال عامله دابا هذه يا خاي ابراهيم 30 درهم هذيك السيوه 30 درهم وش شحال عامله في التين دا ابراهيم ديالي شو شحال عامله في التين دا 40 اورو 30 درهم ابراهيم ديالي ها سليمان ود الحومه ديالي وعارف شنو داير تبارك الله شنو ضاع عندي سبيدوس عندي كسيوات عندي قنيدرات المهم العواشر كندوزوها اللهم لك الحمد لله كنبغي نوصل نباشر والشباب اللي جالسين ودي يخدم على راسو راه السيد اللي كيدار معاك راه مجوج اخاي ابراهيم اللهم لك الحمد طريق ضل الله ما كاينش يبعد منك عيب باشر صح باشر يعني فهمتي بنادم يكون شابر الثقار ديالو راه ما يوقف معك حتى شي واحد عندك انا عاد دخلت حومات الشوك انا مع الشركه العامه في الشوكه تبارك الله الله يطولكم في العمر والله يعاونكم الله يديكم ما كتمنى اجبر سكتشري العوا والحوايج يا اخاي ابراهيم الاجواء العيديات يا اخاي ضروري خصنا نشوف الوليدات الحوايج عمو الصحه لا لبيسه جبتيها لله ونعم الحمد لله بابك اخاي ابراهيم امين الجميع ان شاء الله ربي يخليك تبارك الله ينوركم ودابا كنشوفوا الاجواء ديال الحومه تشوك الحمد لله ربي يرحمنا بالصا الله يرحمنا واحسن اجواء في العالم يا رحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام نقول مرحبا بينا ثاين مرحبا بكم عند باتيسري زياد يعني احسن باتيسري بالحومه الشوك باتيسري بالحومه الشوك في طنجه كلها تبارك الله الواحد منكم معتار بالجوده اللي كيعمل وشنو عندك هنا كاين البريوات كاين البويوس كاين الشباكيه كاين البريوات ديال البيان كاين السوشون كاين البيتزا كلشي موجود ومن حيات الثمن تبارك الله الدنيا عامره يعني جد مناسبه الثمنه ديال الدراوش وما حال غير ديال الدراوش تبارك الله يعني شنو نقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا مرحبا بكم عند باتيسري زياد ورمضان مبارك سعيد ربي يسلم عليك ماشي بحال ديالي الزين ديالي الله يعاونك كيفاش كدوز النهار ديالك احسن رمضان في العالم برد الحمد لله ربي عطانا الشتا عطانا كذا نقصوا النايم الدرويش يعيش سعد يلاه هضره قلت لك كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان النهار راه كيدوز مدخم الصراحه اخاي ابراهيم والله العظيم الحاجه اللي كتعصبك في رمضان انا ما كنتعصبش الدم ديالي بارد والله الا سعداتك اي والله الله يعطينا من الدم ديالك عيش شويه الله يرحم والديك انا ماشي من الحومه الشوك انا ماشي 250 كيلومتر انا من جهه منطقه الشاو تبارك الله راه نعاود تحياتي للناس ديال الشاون تحياتي للناس ديال الشاون السلام عليكم غنقول لك كيفاش كدوز النهار ديالك الامور مزيانه النهار ديالنا كندوزوه مخير الحمد لله الحمد لله عندنا مشكله يتسمى عندي الاب ديالي عنده جوج امراض مزمنه وقفوا له التغطيه الصحيه وقفوا له امتضامون ودابا في السبيطار المصاريف ديال الدواء ما كاين غير 1500 درهم فوق ديال الدواء بلا تحاليل وما شاء الله صافي هذه المعاناه ديالنا كمواطنين كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان مع هذه الاجواء اللي مزيون بخير غزال فنيون وشي حاجه اللي كتعصبك في رمضان شي حاجه اللي كتعصبني في رمضان حتى شي حاجه ما كتعصبني وهادشي اللي خصنا نبقى نصلاقاو معاه ما راسي الحمد لله هذا باينه ما كيتعصبش ما كنتعصب ما كان هذيك ما كيغلبني رمضان ما والو الحمد لله وكل رزقك صحيح الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الله يبارك يرحم والديك السلام عليكم سليمان مرحبا بينا عندك مرحبا بك اخي ابراهيم حومه تشوف انا شوف هاد الطويجينه ديال الله اخي ابراهيم جبت مفرن ديال الحومه ان شاء الله جبت مفرن الحومه اليوم افطر به ان شاء الله اخي ابراهيم عمو ديالي عشر مبروكه الله يبارك فيك حايبين كيران الامور بخير الخيرات موجوده لهنا ما كاينش الصداع ما كاينش كلشي الامور مزيان وغادي نقول لك رمضان شحال هذه مع دابا شنو نسبة دير شحال هذه مع الفرق شحال هذه مع دابا ايوا هذا التغير اللي وقع على حسب الانسان الناس الاخرين القدام مشاو ماتوا ودابا الشباب كاين الشباب موجودين والشباب مهم جوامع عامرين الحمد لله وصف شي فين يدخل فين يصلي فين وهذه كرامه هذه هي الدنيا وما فيها لا مزيان الحمد لله الحاله بخير دراري تبارك الله عليك يرحم والديك الله يكبر عليك الناس الحومه تشوف ما كاينش الدراري مع الصامار ضروري الناس تعدنا حنا في الحومه اخي وتحيه الحومه الدادي وخلقين شي اجواء في رمضان دائما دائما اخي ابراهيم شو واحد الغزال عاوفين وين الغزال انا كامل الله يرحم وين نعزك ابراهيم دابا رمضان شمس شي طواجن ولا باقي الصراحه كنعملوا حنا في ايام الاخر اخ كتكون ديك ايام الاخر كتكون عتاله
تما كنجوج باين على شي والو ضروري ان شاء الله يكون يوم خير. عملوا شي فطور ديك الساعه انا معاكم الله يبارك خير الله يرحم والديك. السلام عليكم. السلام. نقول لك كيفاش كدوز النهار ديالك الحوامات؟ بصراحه مزيان هذا العام مدخم بصراحه. دابا نقول لك سنه واش مساكن هاد الحوامات شكون هي ساكن هنايا؟ لا هي ساكن. هي ساكن. كيفاش كيجواك الناس هنايا في الحوم؟ مزيانين. شحال من سنه كتسكن دابا هنايا؟ دابا تقريبا شي 10 سنوات. تبارك الله رجعتي ولد الحوم هذا. اييه. تبارك الله عليك الله يخلي لك بنوت. شكرا عمو. شكرا. وهنايا كانت النهايه ديالنا الحلقه ديال الحوم تشوك، واش من الحوم بغيتو نمشيو له مره ثانيه خليوها في الكومنتير. السلام عليكم الله يرحم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.